شرفات أفيلان. انا قبل الله يخليك السي جامع ما نطرق الحصيله يعني بصفه مجازه، اود كمواطنه مغربيه ان اجوب وادين الاعمال الاجراميه والارهابيه اللي كان ضحيتها ناس عزل في صحيفه شارل ابدو، ومارسوها ناس حمق في الواقع باسم الدين، والدين منهم براء. وهذا يعني كيوضعنا حنا كحدثيين وكديمقراطيين وك يعني كناس نحافظ على السلم امام مسؤوليه جسام في محاربه هذا الفعل الارهابي ومحاربه التطرف بجميع انواعه. وما يمكن المغرب الا ينخرط في هذا مناهضه هذا الفكر المتطرف والعمل الاجرامي. فيما يخص الحصيله الاجماليه للحكومه، اقول بان مساله اساسيه اللي خصنا نوقفوا عليها هي ان الحكومه يعني استطاعت يعني ان تحافظ على الاستقرار، وهذا ماشي شيء بالهين، ان تحافظ على الاستقرار في محيط اقليمي وجهوي مضطرب، وان تعزز الاستثناء المغربي في هذا المحيط هذا. والمساله هذه ربما كتبان سهله وما عندهاش يعني وقع على المواطن المغربي، ولكن نشوفوا الناس اللي كيعانوا مويلات الحروب داخل البلدان ديالهم وكيفاش ما يقيموه هذا الاستقرار. فيما يتعلق بالحصيله، هي الحصيله مشرفه وحصيله جيده جدا بانه حاولت استطاعت الحكومه ان تعزز اوراش الاصلاح وتواصل هذه الاوراش الاصلاح على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والتي انطلقت منذ حكومه التناوب التوافقي سنه 1998. استطاعت ايضا ان تستعيد التوازنات الماكرو اقتصاديه للاقتصاد الوطني الذي يعيش في ظروف اقل ما يقال عنها انها صعبه بحكم ارتباطنا مع شركائنا الاوروبيين، واستطاعت ايضا ان تخفض العجز الميزانيه اللي انخفض من 7.3 الى 4.9. هذه ماشي في ظرف عامين ولا ثلاث سنين، ماشي شي حاجه سهله. بالاضافه الى مباشره العديد من الملفات الحارقه التي كانت تعاني من اورام خبيثه وكانت محطوطه في الصناديق في الرفوف، واللي استطاعت الحكومه ان تمس هذه الملفات بالرغم من كلفتها الباهظه، سواء الكلفه السياسيه، الكلفه الاجتماعيه، وايضا الكلفه الانتخابيه، لاننا كنا متبقين من احزاب سياسيه. سيد حسن ابو زيد،